روح الأفنان في تيسير غريب القرآن. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، سورة القيامة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة. لا أقسم، أقسم ولا تأكيد للقسم. قوله تعالى: ولا أقسم بالنفس اللوامة. اللوامة النفس التي تلوم صاحبها. قوله تعالى: بلى قادرين على أن نسوي بنانه. نسوي بنانه، نجعل أصابع يديه ورجليه شيئا مستويا كخف البعير، أو نعيد خلقها كما كانت. قوله تعالى: يسأل أيان يوم القيامة. أيان متى. قوله تعالى: ولو ألقى معاذيره. ولو ألقى معاذيره، ولو جاء بكل معذرة يعتذر بها ما قبلت. قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به. لتعجل به، لتستعجل حفظ ما يوحى إليك. قوله تعالى: إن علينا جمعه وقرآنه. جمعه في صدرك، وقرآنه قراءته بلسانك متى شئت. قوله تعالى: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. فاتبع قرآنه، استمع لقراءته من جبريل عليه السلام ثم قرأه كما أقرأك. قوله تعالى: ثم إن علينا بيانه. بيانه، تفسير ما أشكل عليك فهمه. قوله تعالى: وجوه يومئذ ناضرة. ناضرة، مشرقة حسنة، إلى ربها ناظرة. ناظرة، ترى ربها في الجنة. وهذه الآية من أظهر الآيات التي تثبت رؤية المؤمنين لربهم تبارك وتعالى في الجنة، وأنه أعظم نعيم يعطاه أهل الجنة من الرب الكريم تبارك وتعالى. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم لذة النظر إلى وجهه الكريم في الجنان، اللهم آمين. قوله تعالى: ووجوه يومئذ باسرة. باسرة، عابسة كالحة، تظن أن يفعل بها فاقرة. فاقرة، مصيبة عظيمة تقصم فقار الظهر. قوله تعالى: كلا إذا بلغت التراقي. كلا، حقا. بلغت التراقي، وصلت الروح إلى أعالي الصدر. وقيل: من راق. من راق، هل من راق يرقيه ويشفيه؟ وهنا يسكت حفص رحمه الله عن الإمام عاصم من طريق الشاطبية على كلمة من، سكتة لطيفة دون أن يتنفس، بزمن أقل من زمن الوقف قليلا، دون نفس حتى لا تلتبس لو وصل مراق بأنها صيغة مبالغة من المروق، من مرق يمرق، فهو مراق أي كثير المروق والخروج. والمعنى أن من استفهامية، بمعنى هل من راق يرقيه ويشفيه. وبقية القراء لا يسكتون بل يصلون، وهذا بالرواية وهذا بالرواية، وكل ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: وظن أنه الفراق. وظن، أيقن المحتضر.
والتفت الساق بالساق والتفت الساق، اتصلت شدة آخر الدنيا بشدة أول الآخرة، والتفت إحدى ساقيه بالأخرى عند الموت. قوله تعالى: إلى ربك يومئذ المساق. المساق سوق العباد للجزاء. قوله تعالى: ولكن كذب وتولى. وتولى أعرض عن الإيمان، ثم ذهب إلى أهله يتمطى، يتمطى يتبختر في مشيته مختالا. قوله تعالى: أولى لك فأولى. أولى لك فأولى كلمة وعيد، أي هلاك لك فهلاك. قوله تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى. سدى هملا لا يؤمر ولا يحاسب. قوله تعالى: ألم يك نطفة من مني يمنى. يمنى يصب في الرحم. قوله تعالى: ثم كان علقة فخلق فسوى. علقة قطعة من دم جامد، فسوى عدل خلقه وأعضاءه. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. روح الأفنان في تيسير غريب القرآن.